واحد بيقول جاء في إنجيل معلمنا متى إن المسيح له المجد من نسل سليمان بن داود، وجاء في إنجيل معلمنا لوقا إن المسيح من نسل نسان بن داود. الخلافات في سلسلة الأنساب بين متى ولوقا سببها البنوة الطبيعية والبنوة الشرعية. ازاي يعني؟ نلاقي في سفر التثنية اصحاح 25 كان في العهد القديم ايام اليهود ايام موسى النبي، كان لو واحد مات دون ان ينجب ابنا مات من غير ما يخلف عيال، يعني إذا كان واحد مات دون أن ينجب ابنا أخوه بعد كده يتجوز مراته أرملته يعني، وأول ابن يخلفه يكون على اسم المتوفى. فأصبح في أشخاص لهم أب بالطبيعة اللي جه من صلبه، وليه أب شرعا اللي كتب على اسمه اللي مات دون أن ينجب نسلا. فبعض الأوقات في سلسلة الأنساب جابوها بالنسل الطبيعي وبعضها جابوها بالنسل الشرعي. هتلاقي كتير أوي من الأسماء بشكل ده.